طيب يا شيخ، ماذا عن الأسماء التي فيها تزكية؟ مثل صالح. صالح في تزكية ولا لا؟ نعم صالح. مثلا طيب، مش كان في نبي اسمه صالح؟ ايوه. طيب اذا لا محمد ومحمد عليه الصلاه والسلام وعلي. وعلي ايوه. ورقيه. ورقيه ما معنى رقيه؟ يعني مثلا رقي. لا ابحثيها بارك الله فيك. عندنا مثلا بره، لكن غير النبي بره الى زينب. يعني ما فيهاش مشاكل يا سيدي. يعني تبع نوع الاسم، اذكر الاسم الذي تريدينه. لا انا بسال عامة، يعني الاسماء التي فيها تزكية. والله انا سالت. لا يا، عندنا صالح في تزكية، لكن لم هو اسمه نبي. اسمه نبي. طيب السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زينب قيل تزكى، إذا كان الشخص يزكى بالاسم يختلف عما إذا لم يكن يزكى بالاسم.